ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض، بعد الترحيب إليك الكلمة ووصفا للصورة والمشهد لديك. نعم نسرين، دعيني أبدأ بالمشهد الأهم دوما نحن نرصده هنا بحكم وجودنا عند حدود التماسي مع قطاع غزة، هو مشهد المساعدات الإنسانية. حتى هذه اللحظة ما سمح بالدخول إلى معبر كرم أبو سالم نحو 90 شاحنة، يعني عادت منها نحو 15 شاحنة حتى هذه اللحظة، أغلبها مساعدات طبية وغذائية، وكذلك عدد من سيارات الوقود. هذا عطفا على لقاء وزير الخارجية المصري اليوم مع منسقة الشؤون الإنسانية، والتي منذ أن تولت هذه المهمة لم يحدث طفرة ما حينما جاءت إلى معبر رفح، وصرحت وقتها بأن طموحها هذه السيدة بأنها ربما تصل إلى سقف 1000 شاحنة يوميا، بينما هذا يوما بعد آخر يقل بشكل كبير للغاية. إذا ما قررنا ذلك خلال الثلاث أيام الماضية لم تعبر أي شاحنة على الإطلاق، لا أمس ولا أول أمس ولا يوم الخميس الماضي، بينما ما سمح بالعبور عبر نحو 10 أيام يقل قليلا عن 130 شاحنة، أي بمعدل تقريبا 11 شاحنة في اليوم. بينما طموح هذه السيدة حينما تولت هذه المسؤولية كما كنا نتحدث، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، يزيد عن 1000 شاحنة يوميا في ظل حالة التجويع المتعمدة من قوى الاحتلال لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، اليوم لم نرى كما الأيام الماضية يعني أو لم نسمع حدة الصراع في جنوب قطاع غزة بشكل ملموس مقارنة بالأيام الماضية، ربما لانشغال إسرائيل بما يحدث في الضفة الغربية وما يتدعى من خلال المقاومة الفلسطينية وصد عمليات اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيمات في شمال قطاع غزة وتداعي الأمور هناك في شكل سلبي. أيضا المشهد هنا في ضوء خروج إحدى أهم الفرق العسكرية، الفرقة 98 من منطقة خان يونس ودير البلح، سمح ذلك اليوم بدخول فرق طبية لإعطاء الجرعة الخاصة بشلل الأطفال في ظل انتشار الأوبئة داخل قطاع غزة. هذا التحول الذي بدأ منذ عدة ساعات، وربما هذا الضغط الدولي الأول إنجاز التعبير الذي بات له صدى على أرض الواقع من خلال الضغوط التي مارستها قوى دولية في مقدمة ذلك اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وعدد كبير من منظمات الأمم المتحدة داخل قطاع غزة وخارجها بالسماح بإعطاء هذه الجرعات الخاصة بالأطفال. نتحدث تقريبا عن 650 ألف طفل هم في أمس الحاجة لإعطائهم هذه الجرعات. وتم عمل جدول زمني، ستكون البدايه اليوم من دير البلح ثم خان يونس ثم بعد ذلك الذهاب شمالا الى اقصى شمال قطاع غزه ثم مدينه قطاع غزه. النقطه الاخيره نسرين وبها اختم معك، هو التطورات الخاصه بالعثور على عدد من القتلى الاسرائيليين او جثث، بعدما يعني هناك تضارب في الاخبار الاتيه حول طبيعه مقتل هؤلاء، ان كان قصف اسرائيلي تم لهم او من خلال قوى المقاومه الفلسطينيه التي اتت عليهم، وحملت المقاومه الفلسطينيه الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر لأنها تدعم الاحتلال، وحتى هذه اللحظة لم تنصاع للطلبات الدولية والضغوط الإنسانية في ضوء تدهور الوضع الإنساني المستمر ساعة بعد أخرى، هو ما أدى إلى هذه الحادثة. نحن وأنا معك على الهواء الآن، هناك إحدى الشاحنات التي أفرغت ما بها من حمولة وعادت مرة أخرى إلى حيث احنا منتظرين الآن وصول عدد آخر من الشاحنات. في الخدمة الإخبارية القادمة نسرين سيكون لدينا معلومات أدق عما سمح وعما رفض من هذه المساعدات الدولية وحول طبيعة الأحداث والأجواء داخل قطاع غزة. تفضلي نسرين. عوض الغنام، شكرا جزيلا لك، حدثنا من أمام معبر رفح من الجهة المصرية.